بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي جريد 4، أهلا وسهلا بكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Symmetry and Visual Patterns for the 4th grade primary second term. النهاردة بإذن الله هناخد 2 lessons، درسين Symmetry والVisual Patterns. تعالوا نشوف أول درس معانا النهاردة اللي هو السيمتري. نشوف الأول symmetrical figures and axes of symmetry. كلمة symmetrical figures يعني الأشكال المتماثلة، and axes of symmetry أو line of symmetry اللي هو محور التماثل. طيب نشوف مع بعضينا إيه هو الكونسبت أو تعريف axes of symmetry أو line of symmetry. بيقول لي axis of symmetry أو line of symmetry is a straight line. الaxis of symmetry is a straight line. الstraight line طبعا عارفين إن هو has no starting point and has no ending point، ملوش بداية وملوش نهاية. Dividing the figure into two identical parts. طبعا line of symmetry ده بيقسم figure لجزئين identical، يعني twins، يعني توأم، يعني زي بعض بالظبط. طب دول كده يا مستر، ده كده عامل زي درس الكونجريونسي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. اه بالظبط، بس بقى ايه اعلى منه شوية. تعالوا نشوف، بيقول لي the straight line L، الستريت لاين L ده is considered to be an axis of symmetry او line of symmetry، يعتبر line of symmetry for a figure if every point on that figure، ها لو كان كل point على الفيجر ده has an identical point on the same figure، ليه image الناحية التانية زيه بالظبط. يعني البوينت دي ليها image الناحية التانية زيها بالظبط، ونفس الديستانس من الايه، من line of symmetry. يعني البوينت دي بتبعد عن line of symmetry نفس ما النقطة دي برضو بتبعد عن line of symmetry. وعايز اقول حاجة مهمة جدا، اي بوينت موجودة على اللاين اوف سيمتري الايمج بتاعتها اتسلف، صورتها نفسها. يبقى الستريت لاين ده شطار اللي بيقسم الفيجر لتو توينز بنسميه لاين اوف سيمتري او اكسس اوف سيمتري. طب تعالوا نشوف امبورتنت ريمارك بتقول لي ايه. اني تو سيمتريكال فيجرز، اي تو سيمتريكال فيجرز are congruent، لازم يكونوا congruent. اي two symmetrical figures لازم يكونوا congruent. But the opposite is not true، والعكس غير صحيح. يعني ايه يا مستر؟ يعني مش اي two congruent figures لازم يكونوا symmetrical. نقولها تاني، any two symmetrical figures، اي two symmetrical figures لازم يكونوا congruent، لكن مش اي تو congruent figures لازم يكونوا symmetrical. طب تعالوا نشوف بقى بيقول لي ايه. بيقول لي notice that، يعني لاحظ ان. عاوزني الاحظ ايه؟ تعالوا نشوف، مديني figure واسمه من النص كده بايه، بline of symmetry. اللاين اوف سيمتري اللي عندنا يا شطار هو بيقول لي اهو XY is a line of symmetry. ال XY ده هو line of symmetry. طيب أنا شايف إن point A is congruent to point B، لأن ال distance from A to the symmetric line ها 2 units، and the distance from B to the line of symmetry ها برضو 2 units. يبقى point A is congruent to ها point B، كذلك point D is congruent to point C. point D بتبعد 3 units عن ال line of symmetry، كذلك point C بتبعد عن ال line of symmetry برضو 3 units. زي ما احنا شايفين كمان ان line segment AD is congruent to line segment BC، كذلك line segment AX is congruent to line segment BX. طب ما قلتش ليه AX congruent to XB؟ آه لأن الأوردر أو الترتيب مهم يا مستر. طالما قلت الـ A الأول والـ X الثاني
ال A التوينز بتاعها B يبقى لازم أقول التوينز بتاعها في الأول. قلت A X يبقى لازم أقول B X. وزي ما اتفقنا من شوية إن any point on the line of symmetry its image is itself. أي point موجودة على ال line of symmetry الإيمج بتاعتها نفسها. كذلك line segment DY is congruent to line segment CY. طيب يبقى بقى then the figure AXYD شايفين الأوردر شايفين الترتيب قلت A X Y D is congruent to the figure B X Y C. ال A التوينز بتاعها B وال X التوينز بتاعها itself لأنها موجودة على ال A على line of symmetry. كذلك ال Y برضو التوينز بتاعها Y علشان موجودة على ال line of symmetry. وال D التوينز بتاعها C. يبقى كل حاجة لازم بترتيبها الناحية التانية. طيب يلا بقى نتعرف على symmetrical figures and the number of lines of symmetry. symmetrical figures و number of lines of symmetry وده أهم جزء في درس النهاردة لازم نحفظه زي أسامينا. تعالوا نشوف أول figure عندنا إيه هو يا مستر؟ السكوير. the square has how many lines of symmetry؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. طبعا الفيرست لاين اوف سيمتري طبعا اللي هو الايه الهوريزونتال اللي هو بالعرض وادي التاني اللي هو الفيرتيكال اللي بالطول والتو دياجونالز بتوعه يبقى كام لاين اوف سيمتري يا شطار؟ 4 لاينز اوف سيمتري. يبقى السكوير هاز 4 لاينز اوف سيمتري. نشوف كمان فيجر. نشوف الريكتانجل. الريكتانجل مالوش غير 2 لاينز اوف سيمتري one horizontal and one vertical. التو diagonals طبعا ما يعتبروش ايه lines of symmetry وهنعرف ليه كمان شوية. تالت figure عندنا اللي هو الرومبس. الرومبس has two lines of symmetry اللي هما التو diagonals بتوعه. يبقى square 4 rectangle 2 rhombus 2. نشوف الباراليلوجرام. الباراليلوجرام زيرو. ليه زيرو؟ مش ينفع يا مستر ارسم الدياجونال كده يبقى لاين اوف سيمتري؟ طب لو احنا رسمناه كده البوينت دي فين الايمج بتاعتها الناحيه الثانيه؟ مفيش. طب والبوينت دي فين الايمج بتاعتها الناحيه دي؟ برضو مفيش. يبقى الباراليلوجرام هاز زيرو لاينز اوف سيمتري. ده ما يعتبرش symmetrical figure. طب نشوف الترايانجلز. The equilateral triangle. The equilateral triangle has three lines of symmetry. ادي 1 2 3. طب نشوف الايسوسيل تريانجل. الايسوسيل تريانجل has one line of symmetry. وعايز اقول نوتس مهمه قوي. اي ايسوسيلز في 1 عشان هيقابلنا ايسوسيلز تانية زي ما هنعرف دلوقتي. يبقى الايسوسيلز تريانجل هاز 1 لاين اوف سيمتري. طب نشوف السكيلين تريانجل. السكيلين تريانجل هاز 0 لاينز اوف سيمتري او نو لاينز اوف سيمتري. ده ما يعتبرش سيمتريكال فيجر. يبقى الايكويلاترال تريانجل هاز 3 لاينز اوف سيمتري. الايسوسيل تريانجل هاز 1 لاين اوف سيمتري. السكيلين تريانجل هاز 0 لاينز اوف سيمتري. طيب نشوف السكيلين ترابيزيوم. وطبعا زي ما اتفقنا السكيلين بزيرو على طول. اول ما اسمع كلمه سكيلين اذا كان سكيلين تريانجل او سكيلين ترابيزيوم على طول زيرو. سكيلين ترابيزيوم 0 لاينز اوف سيمتري. ايسوسيل ترابيزيوم لسه قايلين من شويه ان الايسوسيلز هاز 1 لاين اوف سيمتري. كذلك الايسوسيل ترابيزيوم هاز 1 لاين اوف سيمتري. تعالوا نقولهم تاني. السكوير 4 ريكتانجل 2 الرومبس 2 لاينز اوف سيمتري. باراليلوجرام 0 ايكويلاترال تريانجل 3 ايسوسيل تريانجل 1
scale in triangle, 0. Scale in trapezium, 0. Isosceles trapezium, 1. نكمل مع بعض الفيجرز. Regular pentagon. Regular pentagon يعني الشكل الخماسي المنتظم. منتظم يعني ايه؟ يعني الفايف سايدز بتوعه كلهم equal in length. تعالوا نشوف has how many lines of symmetry. قال لي 5. ادي 1 2 3 4 5. يبقى الريجولار بنتاجون has 5 lines of symmetry. نشوف الريجولار هيكساجون. الريجولار هيكساجون ها has 6 lines of symmetry. ادي 1 2 3 4 5 6. 6 lines of symmetry. نشوف آخر فيجر معانا السيركل. السيركل طبعا has a very large number أو infinite number of lines of symmetry. عدد لا نهائي. ليه؟ أي line divides the circle into two equal parts is considered as a line of symmetry. يعني أي straight line بيقسم السيركل نصين قد بعض بالظبط يعتبر line of symmetry. أنا شايف طبعا إن ليها طبعا an infinite number أو very large number of lines of symmetry. في سؤال بيقول لي إيه؟ In each of the following figures draw all the axes of symmetry. عاوزني بقى أرسم أنا الأكسيز of symmetry. طب نشوف أول figure عندنا ده isosceles triangle لان انا شايف وملاحظ ان السايد ده equal السايد ده ولسه من شوية قايلين ان isosceles triangle has how many lines of symmetry has one line of symmetry اللي هو ايه اللي هو الvertical بالطول كده يبقى انا هرسم line of symmetry اللي هيقسم التريانجل بتاعي into two identical figures. طب شايفين دلوقتي يا مستر ري الري ده ها كده vertical ولا horizontal؟ طبعا لو رسمته كده الفيجر اللي هنا مش هو هو اللي هنا يبقى ما فيش غير ايه غير الهوريزونتال. برافو تمام. الفيجر اللي فوق ها congruent to الفيجر اللي تحت تمام. طب فيجر نمبر سي انا شايف انه رومبس والرومبس لسه قايلين من شوية انه has two lines of symmetry اللي هم ايه التو diagonals. ادي الفيرست diagonal وادي السكند دياجونال. فيري جود. ذا ليتر تي حرف التي ها هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ يلا بسرعه ها برافو فيرتيكال ما ينفعش الهوريزونتال طبعا. نمبر 3 ها ينفع فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ الهوريزونتال برافو. البترفلاي ها ينفع اقسمها كده هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ شطار برافو عليك لازم فيرتيكال تمام. طب في امبورتنت ريمارك لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. بتقول لي ايه بقى؟ The diagonal of the rectangle divides it into two congruent triangles. ودي الريمارك اللي انا قلت لكم هناخد بالنا منها كمان شوية. انا شايف دلوقتي الريكتانجل اهو وده الدياجونال. بيقول لي بقى the diagonal of the rectangle divides it بيقسم الريكتانجل into two congruent triangles. التو triangles دول congruent but it is not a line of symmetry of it. لكن ما يعتبرش اللاين ده line of symmetry. ليه؟ علشان قلنا لو ده line of symmetry لازم each point لازم يكون ليها image الناحية التانية. طب البوينت دي هل ليها هنا image؟ لا يبقى ما يعتبرش line of symmetry. كذلك البوينت دي ملهاش image الناحية التانية يبقى rectangle has two lines of symmetry only اللي هو الهوريزونتال اللي بالعرض والvertical اللي هو بالطول لكن الدياجونال ما بيعتبرش line of symmetry. ناخد سؤال كومبليت بيقول لي ايه؟ نمبر ايه؟ The symmetry axis divides the figure into two not halves. ال symmetry axis بيقسم الفيجر لنصين نوعهم ايه؟ برافو
ممكن اقول له identical او ممكن اقول له symmetrical. يبقى symmetrical او identical الاثنين صح. ممكن اقول له symmetrical هتبقى صح، وممكن اقول له identical يعني متماثلين زي بعض بالظبط. تمام. طب نشوف نمبر بي. The isosceles triangle has how many axes of symmetry؟ لسه قايلينها من شويه. اي isosceles على طول ايه ها اعرف ايه ان هم فيهم كام؟ one axis of symmetry. برافو. نمبر سي. The equilateral triangle has how many axes of symmetry؟ ال equilateral triangle has three axes of symmetry. برافو. The isosceles لسه قايلينها من شويه اهي. اي isosceles بكام يا مستر؟ isosceles triangle او isosceles trapezium equal one. Very good. The square. The square has how many axes of symmetry? 4. Very good. Question number F. The rectangle has how many axes of symmetry? لسه قايلينها برضو من شوية. ها؟ 2 axes of symmetry. تمام. The rhombus has how many axes of symmetry? Rhombus. اللي هما 2 diagonals بتوعه. 2. Very good. The regular hexagon. لسه برضو قايلينها من شوية. Equal. ها؟ 6 axes of symmetry. A diagonal of the rectangle. اهي النوتس او الريمارك اللي لسه جايه لنا اهي. A diagonal of the rectangle divides it into two not triangles. هقول له ايه بقى؟ congruent. But it is not not for rectangle. هقول له ايه؟ not ايه؟ a line of symmetry. صح. يبقى ال diagonal بتاع ال rectangle divides it into two congruent triangles, but it is not a line of symmetry. تعالوا نشوف سؤال رسم. بيقول لي complete the following symmetrical figures. مديني figures وعامل لي line of symmetry وعاوزني انا ارسم ال identical figure بتاعه. تمام. احنا زي ما احنا شايفينه عامل احنا هنعمل زيه. تمام. تعالوا نمسك اول line segment. انا شفت لقيته بعد عن ال line of symmetry how many units ادي 1 2. هبعد انا كمان برضو زيه ادي 1 2. تمام. لقيته مشي رايت يمين 1 يونت، يبقى انا همشي انا كمان زيه 1 يونت. لقيته دخل على اللاين اوف سيمتري 1 يونت، هدخل انا كمان على اللاين اوف سيمتري 1 يونت. لقيته مشي رايت تو ذا رايت 2 يونتس، مشي يمين 2 يونتس، همشي انا كمان رايت 2 يونتس. تمام. لقيته بعد عن اللاين اوف سيمتري 1 يونت، هبعد انا كمان 1 يونت. لقيته مشي تو ذا رايت 1 يونت، همشي انا كمان تو ذا رايت 1 يونت. لقيته رجع على اللاين اوف سيمتري عشان يقفل الفيجر، انا كمان هرجع على اللاين اوف سيمتري عشان اقفل الفيجر. يبقى رسمت ال symmetrical figure بتاع الفيجر اللي هو مدهون. طب نشوف another figure. انا شايفه هنا ها بعد عن السيمتريكال لاين او اللاين اوف سيمتري 2 يونتس، هبعد انا كمان برضو ها 2 يونتس. لقيته اب، طلع اب لفوق 2 يونتس، هطلع انا كمان اب 2 يونتس. بعد كده لقيته عمل دياجونال ودخل على اللاين اوف سيمتري، هرسم انا كمان دياجونال علشان اقفل الايه الفيجر او البوليجون بتاعي علشان يبقوا تو سيمتريكال فيجرز. طب نشوف اخر فيجر عندنا. لقيته بعد عن السيمتريك لاين او اللاين اوف سيمتري 1، هبعد انا كمان 1. لقيته عمل دياجونال كده 1، هعمل انا كمان زيه دياجونال 1. لقيته مشي تو ذا رايت 2 يونتس، همشي انا كمان to the right 2 يونتس. لقيته عمل diagonal كده 1 يونت، هعمل انا كمان زيه diagonal 1 يونت. بعد كده دخل على ال line of symmetry عشان يقفل الايه الفيجر. طبعا اشكال سهلة وجميلة جدا جدا جدا. نشوف سؤال كمان بيقول لي ايه. In the opposite figure، في الشكل المقابل ده، if the straight line AD is the line of symmetry. ال AD ده هو ال line of symmetry complete. Number A.
AB equal what؟ ال AB طبعا هو قايل لي ان ده اللاين اوف سيمتري، يعني البوليجون ده ها والبوليجون ده ار تو سيمتريكال فيجرز. طب يلا نشوف ال A B equal what. طبعا اتفقنا طالما ان ال A lies on the line of symmetry يبقى ال image بتاعتها itself A B is equal to ها A F. برافو تمام. طب number B بيقول لي B C equal what ها ال B twins بتاعها F وال C twins بتاعها E. يبقى B C is equal to ها F E. برافو. question number C C D C D equal to what. ال C التوينز بتاعها E وال D التوينز بتاعتها itself علشان lies on the line of symmetry يبقى C D equal E D. تمام. measure of angle B angle B equal measure of angle التوينز بتاعها على طول الناحية التانية F. measure of angle C equal measure of angle ها E. برافو. measure of angle B A D تعالوا نمشي كده ادي B A D اللي هي الانجل دي ها. طبعا الB لازم اقول التوينز بتاعها الاول طالما اتقالت الاول والA طبعا التوينز بتاعها itself والD هقول ها برضو التوينز بتاعتها itself يبقى B A D ها B A D is equal measure of angle ها F A D. تمام. measure of angle C D A C D A is equal أو congruent to measure of angle ها E D A. تمام. تعالوا بقى نشوف تاني درس معانا النهاردة اللي هو visual patterns. what is the meaning of the pattern؟ ايه معنى الباترن؟ بيقول لي the pattern is a sequence of numbers symbols or figures. الباترن عبارة عن تتابع من النمبرز او السيمبلز او الفيجرز arranged according to a certain system of rule يعني مترتبين بترتيب له نظام معين. وطبعا احنا من سنة اولى واحنا عمالين ناخد الباترن باترن باترن. طبعا اسهل درس بيقابلنا في كل سنة. تعالوا بقى ايه نشوف سؤال سهل جدا بيقول لي discover the pattern اكتشف الباترن then complete. اول خطوة مهمة لازم اكتشف الباترن بتاعي عشان اعرف انا همشي ازاي بعد كده. تعالوا نشوف اول باترن بيقول لي A B C A B C A B C. معنى كده ان الباترن بتاعي ها repeating A B C يبقى هنا هكتب A ها B C. برافو. طب نشوف كمان باترن بلس بلس ماينس بلس بلس ماينس بلس بلس ماينس يبقى ها بلس بلس ماينس. سهلة جدا. تريانجل معدول تريانجل مقلوب تريانجل معدول تريانجل مقلوب تريانجل معدول تريانجل مقلوب يبقى اللي جاي على طول ايه تريانجل معدول اللي بعده تريانجل مقلوب اللي بعده تريانجل معدول. طب نشوف الباترن اللي بعده سيركل جواها سكوير سكوير جواها سيركل سيركل جواها سكوير سكوير جواها سيركل سيركل جواها سكوير سكوير جواها سيركل. يبقى اللي جاي بقى ايه شطار سمعتوكوا برافو ها سيركل جواها سكوير. برافو. طب اللي بعده سكوير جواها سيركل. تمام. طب اللي بعده ها سيركل جواها سكوير. برافو. طب نشوف كمان باترن بيقول لي A B A 2 B A 3 B A 4 B. انا لاحظت ان البي هي اللي كل مرة increase بتزيد by 1
طب يبقى الـ A ثابتة كونستانت زي ما هي، يبقى هنقول A طبعا الـ 4B هيبقوا إيه؟ شطار، هيبقوا 5B. برافو عليك. طب اللي جاي بقى هيبقى إيه؟ ها؟ A 6B. تمام شطار، برافو عليكم يا أولاد. طب نشوف الباترن اللي بعد كده، بيقول لي 100 90 80 بتاع سنة أولى يحلها. ها كل مرة ديكريز باي 10، كل مرة بننقص 10. ال 80 ها ها 70 60 50 برافو. ها بنوتة شاطرة بتقول لي 40. تمام برافو عليك. نركز بقى في اللي جاي ده، بيقول لي 10 9.6 9.2. ايه ده؟ احنا كل مرة كده يا مستر decrease by، لا لا غلط، اللي بيقول لي decrease by 4 ده غلط. احنا كده مش كل مرة بننقص 4، سمعتك، لا احنا كل مرة بننقص 0.4. كل مرة بعمل ايه يا مستر؟ ها minus 0.4. طب يلا بينا نعملها. ها 2 minus 4 طبعا it can't be، بورو 1 هروح على ال 9 استلف منها 1 هتبقى كام؟ بقت 8. ال 1 اللي استلفته هينط جنب ال 2 هيخليها كام؟ هيخليها 12 12 minus 4 equal 8. تمام احنا بسم الله ما شاء الله ناس في سنه رابعه. ها والبوينت از ات از هول 8 minus هول 0 equal 8. تمام برضو يا مستر هنعمل minus 0.4، هو الباترن بتاعنا كده. يلا 8 minus 4 equal 4 with decimal point as it is or will be down whole 8 minus whole 0 equal 8. تمام برضو هنعمل minus 0.4 4 minus 4 equal 0 with decimal point will be down 8 minus 0 equal 8. هنعمل برضو يا مستر minus 0.4 ها 0 minus 4 it can't be borrow 1 هروح لل 8 استلف منها 1 بقت 7. ال 1 اللي استلفته ها هينط يقف جنب الزيرو يخلي الزيرو كام؟ 10. شطار 10 minus 4 equal 6 with decimal point will be down 7 minus 0 equal 7. طلع الباترن في الاخر 7.6. في نهاية درس النهاردة يا حلوين أرجو أن أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا جدا. With my best wishes and goodbye.